حنا القيادات ديالنا على مستوى الحكومه السي رئيس الحكومه والوزراء يقومون بعمل جبار في ظل وضعيه صعبه. وتاكد وانتم عارفين انه لو كانت حكومه اخرى ديال الاحزاب اللي فشلت هذه 10 سنين كانت في هذه الظرفيه سيعيش المغاربه كارثه حقيقيه. اللقاء اليوم كان مع شباب الأحرار بجهة سوس ماسة، 450 شاب وشاب من مختلف الأقاليم جاوا اليوم باش يتواصلوا مع القيادات ديالهم، مع أعضاء المكتب السياسي، مع البرلمانيين حول موضوع ديال الدولة الاجتماعية والمقومات ديالها. كنعرفوا جميع بأن التحدي اللي كاين أمام بلادنا اليوم هو ترسيخ مشروع مجتمعي. هذا المشروع المجتمعي اللي كيجي من مورا النكسة ومورا النكبة ومن مورا يعني التخريب اللي تعرضت ليه يعني القيم ديال بلادنا لمدة 10 سنوات من طرف الناس اللي كان عندهم مشروع خفي لهذا البلد، مشروع ديال الاخوانه، مشروع كيضرب في المراه، مشروع كيعامل الشباب على انهم مجرد ادوات انتخابيه، مشروع كيعامل يعني المراه على انها مجرد يعني الطرف ما خصوش يكون في مواقع متقدمه وما خصوش نهضروا على التحرر في واحد الجزء معين. وعندنا عنده مفهوم الحريات والحريات الفرديه وعنده مفهوم الحقوق بواحد الشكل. هذا المشروع اللي اليوم جينا كنقولوا بان انتصرنا عليه في المحطه ديال تمنيش وتنبيه، ولكن مازال الاثار ديالو، مازال هذاك الفكر ديال الاخوانه ديال المجتمع باقي كاين في الشارع المغربي، وباقي كاين الناس اللي كيحملوه. لذلك اليوم غادي نواجهوه. حنا حتى واحد ما يتزايد معنا في الدين، حنا ابناء سوس العالمه، ابناء هذا الوطن، تربينا على الدين ديال الفطره، تربينا على القيم ديال تا مغربيت. لذلك اليوم ما محتاجين حتى واحد يعطينا الدروس في هذا الاطار، ولكن غادي نواكبوا الشباب باش ياخذوا المسؤوليه، باش يكونوا في مواقع القرار، باش ما يكونوش أداة للدفاع فقط على الزعماء والدفاع فقط على المنتخبين، ولكن الشباب اللي كيحمل الهموم وكيكون سفير. واليوم تحدثنا على ان الشبيبة التجمعية غتكون سفير للمواطنين داخل المكتب السياسي وداخل الحزب التجمع الوطني الأحرار باش يوصلوا الصوت الحقيقي ديال الشارع المغربي ونتفاعلوا مع القضايا الحقيقية، خاصة في ظل هذه الأزمة اللي كاينة أزمة حقيقية بالفعل، ولكن كذلك كاين مجهود لمواجهتها، والحمد لله أنه كاين هذه الحكومة ماشي حكومة أخرى.